وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي عبد السلام الطائي. أهلا ومرحبا بك. بداية، مع ظهور النتائج الأولية، كيف تقرؤونها مع أنباء تقول أن قائمة العبادي المسماة ائتلاف النصر يتصدر الانتخابات في وقت أكد فيه ائتلاف علاوي أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتجاوز 19%؟ شكرا لاستضافتكم. ابتداء أود أن أبين قبل أن أتحدث عن فوز هذه القائمة أو تلك، نعم، أود أن أبين عن أسباب العزوف ودلالاته وتداعياته المحلية والإقليمية، ربما بعضها ذات صلة بفرض العقوبات على إيران. فهو واحد من مخرجات مدخلات ثقافة الموت وسيكولوجيا الكراهية والإخصاء، وهو حصيلة ضحايا استعداد 5 مليون من الأراضي والأيتام وأكثر من 5 مليون مهجر ونازح قسرا تم استعداؤهم مع سبق الإصرار وقطع أرزاق الموظفين وتسريح واجتثاث موظفي 3 وزارات والوعود المؤجلة التي أدت إلى الكبت، واستمرار الوعود دون تحقيقها أدى إلى تحول الكبت إلى كبت عدواني نجم عنه هذا الرد العنيف وهذا العزوف على الانتخابات. التزوير ليس بحالة جديدة، بل الوعود الكاذبة والمؤجلة كالمصالحة ونبذ المحاصصة وتوفير السكن والصحة وعدم تسييس القضاء وشعور المواطن بولاء الطبقة السياسية لدول الجوار وليس له، فهي متفقة مع دول الجوار أكثر مما هي متفقة مع بعضها البعض الآخر. فما حصل يا سيدي الكريم من عزوف له دلالاته الوطنية والاستراتيجية. أولا، أنه عصيان مدني متحضر وسلمي وهادئ ومقبول ومعترف به في القوانين الدولية، وأن العزوف من دلالات العزوف الأخرى أن إيران، وهذا هو السبب الصراع والصراع القادم، أنها ستصبح لاعبا ثانويا بعد فشل أحزابها، كما يعني معاقبة إيران في العراق بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. أنه انتصار للمواطنة على الفكر الطائفي. ما حدث في العراق أمس بعث برسالة واضحة للمعالم للعالم أجمع بأن الصراع في العراق ليس صراعا طائفيا، بل صراع ما بين النسق الديمغرافي الشعب الذي قال كلمته بالعصيان، وهو صراع أيضا ضد النظام السياسي الذي انكشفت عورته، صراع بين المكونات السكانية والمكونات السياسية. لأن لو سمحت لأن كل عنصر أو فكر أو جسم غريب يدخل لجسم الإنسان وحتى المجتمع يرفضه الجسم والضمير الوطني الجمعي ويصف له الأطباء. طيب، ماذا عن النتائج؟ النتائج الحقيقة يعني كثيرة، يعني أو الاحتمالات كثيرة. يعني ما حدث يعني في تقديرنا هو عملية، أو في تقدير الطرف الآخر الذي أصبح لاعبا ثانويا، يعتبر ما حدث هو انقلاب دستوري داخل البرلمان ضد الأحزاب الإيرانية، سيما أن هذه الأحزاب مستقوية وبدون إيران لا تستطيع البقاء والعيش. وربما هذا الانقلاب الدستوري سيؤدي لانقلاب المضاد، سيما بعد تهديد المالكي، ولربما يؤدي هذا الانقلاب إلى انقلاب حوثي لميليشيات سليماني وألي المنسجي، قد يقابله انقلاب مسلح آخر. التفجيرات أخطر ما سيواجهها المجتمع العراقي بعد تهديد المالكي هو تجدد الحرب. سعد عبد السلام، كيف يكون هذا الذي حصل هو انقلاب على الأحزاب المدعومة إيرانيا والمتصدر للنتائج الأولية؟ النصر وهو تابع لحزب الدعوة المدعوم إيرانيا، فتح التابع لميليشيات حشد الشعبي المدعومة إيرانيا، الحكمة التابع لعمار الحكيم المدعوم إيرانيا، وأيضا الكثير من الأحزاب الأخرى. نعم، أنها لم تتصدر المشهد السياسي والدستوري داخل البرلمان. طيب، ثانيا، أنها لم تمثل الشعب العراقي بأكثر من
في كل الأحوال، في كل الأحوال بعد إعلان نتائج سوف لن تمثل الشعب العراقي بأكثر من 25%، وهذا ما حدث في مصر أيضا بالمناسبة. ولذلك فإن موقفه على الصعيد الدولي سوف يكون ضعيفا، ولذلك سوف يعزز هذا من القوى الوطنية في المجتمع العراقي، ويفترض في هذه الحالة أن تستثمر هذه الفرصة من هذه القوى الوطنية لتدعو إلى مؤتمر وطني شامل بغرض التخطيط والإعداد والاستعداد للمرحلة القادمة. طيب، أنت أشرت إلى أن العزوف الذي حصل في هذه الانتخابات هو نتيجة لوعي الشعب لما يجري وخوفه من حالة الاستعداء التي اتخذتها الحكومات السابقة، لكن هنالك طرف داخل في العملية السياسية يقول أن العزوف، أنا أتكلم عن قيس خزعلي، أن العزوف هو نتيجة التحذيرات الأمريكية التي نوهت لها السفارة في بغداد. هو هناك صراع أمريكي إيراني على العراق. الصراع الأمريكي كما هو معلوم هو، أو المصالح الأمريكية هي مصالح ما تحت الأرض، ولكن المصالح الإيرانية هي ما فوق الأرض، المجتمع العراقي والتغيير الديمقراطي والاغتيالات والحرب الأهلية. الخارطة القادمة نعم سيتم إعادة ترتيبها بتوافق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، ولكن الذي حدث أن الأحزاب الموالية إلى إيران تم لي أو لوي أجنحتها داخل البرلمان، ولذلك تعتبر الأحزاب الإيرانية وإيران حصل تعتبر ما حدث انقلاب دستوري، لأن طيب. الشعب العراقي حاليا لا يمتلك أدوات الانقلاب العسكري. ماذا عن التزوير؟ يعني إلى حد الآن ونحن في اليوم الأول وأشارت، أو اليومين الأولين، أشارت منظمة تموز إلى 1000 حالة خرق وخلق خطأ فني. نشطاء نشروا صورا وفيديوهات عن حالات من الخروقات الكثيرة التي تؤدي لتزوير نتائج لمرشح ما من كتلة أخرى، من كتل ما عفوا. ماذا عن هذا التزوير؟ كيف تعلقون عليه؟ التزوير ليس بحالة جديدة، سواء عن طريق انقطاع التيار الكهربائي أو تعطيل أجهزة الكمبيوتر أو إطلاق الرصاص في معظم المدن العراقية كما حصل في السليمانية أمس ليلا، وكما حدث في مدن أخرى. عموما يعني هذه ليست بحالة جديدة، لكن التزوير أعتقد هذه المرة سوف لن تكون عواقبه ونتائجه كالمرات السابقة، لأنه المتغيرات الدولية تغيرت في الوقت الحاضر. نعم، كان معنا من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي الأستاذ عبد السلام الطائي، شكرا جزيلا لك.